أحبائي إذاعة الحياة إف إم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتواصل مع بعضنا لنختم بمسألة سميناها عثرات اللسان. الإنسان يمكن يعثر بلسانه، أو يعثر برجله، يمكن يطيح ربما عفى الله الجميع، يتكسر يتفصع كذا يبرأ، يعالج يبرأ. أما إذا عثر اللسان متاعه راه يمكن ما يبرأش. ولذلك قال الشاعر: جراحات السنان، السنان يعني أسنة الرمح، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. السنان كي تجرح تجرح ما تداوي، أما يبرأ الإنسان ويلتئم الجرح. أما كيف يجرح اللسان تبقى يبقى الجرح، الله أعلم كيفاش يتنحى طول الوقت. طيب، فما أمثلة وكلام يدور على ألسنة الناس من غير ما يعطيه بال، ومن غير ما يلقيه له بال وكذا، بينما هو لا، ما راه مسيء، راه يسيء إلى دينك، يسيء إلى العقيدة، يسيء إلى تصرفك، علاقتك بالمولى سبحانه وتعالى. ربما يعتبرها أمور ما نقصدش وما نقصدش إلى آخره، وهي لا. توا كثير من الناس يتردد على ألسنتهم أمثال شعبية وكذا، توا نشوفوا البعض منها، أما من بينها حاجة يحلوا بها الحرام. يقول لك مثلا: الكذب في المصالح جيس، هذه مش فهم شكون تردها، الكذب في المصالح جيس، وهي كلمة حق أريد بها باطل. يوليوك يقولوا: ما هو الكذب في المصالح جيز، يعني اكذب كما تحب مادام فما مصلحة. لا، هذا تأويل مغشوش لمحالة، تأويل مغشوش لحديث متفق عليه رواه مسلم عن أم كلثوم رضي الله عنها. طيب، هاو نشوفوا الحديث اش يقول، ونشوفوا نوايا الناس الكذب في المصالح جيز. الحديث: قالت السيدة أم كلثوم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وزاد مسلم: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث حاجات، ثلاث حاجات ينجم يكذب فيهم. أشني؟ الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته، وحديث المرأة لزوجها. ما الكذب في المصالح جيز مش عام كيك مطلق، يولي في البيع والشراء وفي كل شيء كذب، اكذب مادام فما مصلحة معناه يجوز الكذب. لا، الكذب حرام، وهو من علامة المنافقين، وقال عليه الصلاة والسلام: الآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والمولى سبحانه وتعالى ينبه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. طيب، ما أشمعنا الكذب في المصالح جيز؟ قالت السيدة أم كلثوم فيما رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت في ثلاث حاجات، في ثلاث حالات. أشنية الثلاث حالات؟ هي الحرب، نعرف الحرب خدعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحرب يجوز فيها الكذب باش يضلل العدو، باش يغش العدو جائز، لأن ذيك حرب. وكان يلتقيوا مثلا الجيشان المسلمين والكفار، وراه ما كانتش لا دبابات ولا طائرات ولا كذا، كانوا يلتقيوا مع بعضهم ويواجهوا بعضهم، وتبدا المناوشات بالكلام، لأن كما قال الشاعر: فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام. يبداو هكاك بالكلام بشوي بشوي، وتنطلق العملية فيما بعد، عملية القتال، التقاطع فيما بينهم. فيمكن المسلمين يكذبوا على العدو، يغشوهم بحاجة، يغشوهم بطريقة. مثلا كان أبو بكر رضي الله، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، في غزوة من الغزوات بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمشي قدام العدو ويتبختر ويخويا ليه هك، ويركز في السيف
في القاع وهو يتبختر ويمشي خيالاكك، ونعرف التبختر والخيالة منهي عنه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموقف، يعني خيالة والكبرية منهي عنه، أما توا ما يسلش، لأن قاعدين نخدع في العدو، والحرب خدعة، ولذلك يجوز أن نكذب على العدو، ويجوز أن نضلل، ويجوز أن نفعل أشياء من شأنها أن نغش بها العدو مدام عدو. فالكذب في هذه الحالة يجوز مع في الحرب. الحالة الثانية الإصلاح بين الناس، يجي إنسان يصلح بين زوج من الناس متعاركين، بين زوج وزوجته، بين زوج الشركة، بين اثنين يخدموا مع بعضهم، بين الناس، بين عائلتين إلى آخره، يجي يشكي له مثلا، يقول له على زوجته قالت لي وقالت لي، يقول له لا أنا ما سمعتك أنت تقول فيك خير وتشكر فيك وتثني عليك وتقول يرحم والدي، وهي رأي العكس ما قالتش. أما غايته شنو هاللي قاعد يصلح؟ غايته يحب يستعمل الكذب لما حال هنا، غايته الإصلاح بين الزوج والزوج، من شأنه اللي يثني هك الغيظ وهك الكراهية والعداوة بتاع المرأة على الرجل، يثنيه ينقص ويمشي للرجل يقول تشكر فيك زوجتك ومرتك بنت حلال، وقالت هذاك زوجي وما تسلمش وما كيفه حد، معناها تشكر فيه شكر، هو لا شكر لا شيء، وإنما ينجم يستعمل هذه الطرق. الغاية منها ما هي؟ هي الإصلاح بينهما، وإلا زوج من الناس شركة في تجارة في خدمة في كذا تعاركوا، وصلوا ما وصلوا، يجي واحد يصلح ما بيناتهم، ينجم يستعمل الكذب أشنو باش يبين، وأنه يألف بين القلبين بين الاثنين، ألف ما بيناتهم، يقول العكس، تو يقول هذاك شريكي وذاك خويا وذاك أنا أعطي فيه الثقة، هو المقاش الكلام هذا. أما الغاية ما هي؟ هو باش يثنيه على كل النفسية أو الكراهية اللي كانت عنده على صاحبه. فإذا يجوز الكذب في الإصلاح بين الاثنين، والكذب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام كونه الرجل والمرأة، ينجم الرجل يزين المرأة ما زوجته، يقولها أو أنت وما كيفك حد وما شاء الله عليك، ويشكر لها الطعام، يشكر لها اللبسة، يشكر لها وجهها، يشكر لها سلوكها إلى آخره، هو تقال العكس في قلبه لا لا، وإلا هي تقولوا أنت زوجي وأنت بو عيالي وأنت كذا وأنت كذا، وهي العكس. أما غايتها شنية؟ تحب تقرب بين الاثنين، يحبوا يقربوا ما بيناتهم، تتمتن المودة والعلاقة بينهما. فحديث الرجل لمرأته وإن كان فيه كذب يجوز، وحديث المرأة لزوجها وإن كان فيه كذب يجوز ذلك. هذه واحدة من مما يروجه الناس، الكذب في المصالح جائز، مش كل كذب، وإنما فما حالات جوزها الدين. فما حاجة أخرى تروج على ألسنة الناس، يقول لك الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، يعني أعطيني نوصل لك المسألة الفلانية بأي طريقة، المهم نوصل. بينما هذه تسمى الميكافيلية، نسبة الميكافيلي، وهذا إنسان إيطالي عاش في القرن 19 أو العشرين 19 نهايته، ميكافيلي هذا عنده كان زعيم وكان مفكر وكذا، كما هتلر وموسوليني وكذا في إيطاليا، موسوليني كانت عنده النظرية متاع الغاية تبرر الوسيلة، باش نشد الحكم، باش نعمل كذا، نفعل، مهمتي المهم نبقى في السلطة وألا نحقق الرغبة الفلانية إلى آخره. فعمل كتاب سماه الأم، وهو يتضمن هذه القاعدة اللي يستعملوها الناس توا، ويقول كالغاية تبرر الوسيلة، حب يجمع المال يجمعوا من حلالك ومن حرامك، المهم يجمعوا، الغاية متاعه شنية؟ جمع المال، الوسيلة حرام ما يسيلش، هذا كي يقول الغاية تبرر الوسيلة، بينما لا، ما يطعم أبنائه ولا يطعم عائلته السحت. وقال عليه الصلاة والسلام إن جسما نبت من سحت النار أولى به، نبت من سحت يعني من حرام، من فلوس حرام. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ما
معناها الانسان مش غايته يوصل لتحقيق مكسب مالي معين يحب المهم يوصل لك الحاجة، لكن مبلغ هذاك لا، مهما كانت الوسيلة لا، ما فهمش الغاية تبرر الوسيلة. في الدين يحب يوصل للمسؤولية ولا منصب، ما يسالش يوشي بغيره، يعمل ما يعمل، يهين نفسه، يتذلل، المهم يقولك تحب نوصل. عجب توصل على حساب كرامتك وعلى حساب قيمتك وعلى حساب إنسانيتك؟ لا، هذه كلها اش معنى الغاية تبرر الوسيلة، وهي من العيوب التي انتشرت في المجتمع، وهي سوء فهم للظرف اللي قيلت فيه. حتى نعرف وش قال ميكافيلي وش يقصد إلى آخره، لكن مع الأسف انتشرت في البلاد ومن فهم شكون تسمعها. بينما العزة لله وللرسول، قال يا محمد، سيدنا جبريل جنني بي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعلم أن شرف المؤمن قيامه في قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. عز المؤمن هو أنه يستغني عن الناس، ما يتملقش، ما يتذللش، ما يعملش حاجات المهمة يقولك نحب نوصل، نحب نحقق الرغبة الفلانية. الغاية تبرر الوسيلة. هذه من عثرات اللسان التي قد تسيء إلى إيمان الشخص، إيمان المسلم، قد تسيء إلى عقيدته. هذه أغيرها إن شاء الله، شوفوا غيرها في حصة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.